قضيت 20 سنة في تحقيق كتاب عجائب الأثر في التراجم والأخبار للمؤرخ المصري الشيخ عبد الرحمن الجبرتي الزيلعي، والذي توفي في 1825 وليس كما يذكرون في كتب تاريخية أخرى. وقمت أولا بالعثور على نسخة الأم، أي النسخة التي كتبها المؤلف عبد الرحمن بخط يده، وليس فقط ذلك بل أيضا راجع بنفسه وأضاف تعليقات وإضافات في الهامش. وإذن أمامنا النسخة التي كتبت بخطه، وأظن أن الرحالة السويسري الذي سمي اسم نفسه الشيخ إبراهيم أوركارت كتب في الأخير هذا بخط المؤلف حسن العطار الجبرتي، ولكن الصواب هو ولكنه بثر ذلك محى ذلك، ونحن نعلم بأن هذا بخط يد الجبرتي لأنه أضاف في الهامش كلمات صح، أي أنه قرن. والأهمية الكبرى لهذه المخطوطة أنها كتبت بخط المؤلف وبأسلوبه بالرغم من ونجد وعند مقارنتي لهذه المخطوطة بطبعة بولاق من 1880 وجدت أن هناك تغييرات كثيرة، وذلك لأن طبعة بولاق قامت بمقارنة المخطوطات التي كتبت نسخت من نسخة الجبرتي، والناسخ كان من مطبعة بولاق وقام بالتصرف بكتابة من الأسلوب العامي في بعض الأحيان إلى الأسلوب العربي النحو. وبهذه الطريقة نجد أنه يضيف إضافات هامة جدا في الهامش أما طبعة بولاق، فقد سمح لنفسه الناسخ بأن يغير الأسلوب وقواعد اللغة، والكلمات التي لم يفهمها غيرها. مثلا عندما يقول واستدانوا في مطبعة بولاق الأوروبيين من الأوروبيين، لأنه الناسخ جعله واستدانوا من الأوروبيين، أراد أن يقول لأنه فكر بأن المسلمين لا يدينون بالربا. ولكن إذا رجعت إلى مخطوطة الجبرتي فهو يقول استدانوا من الربويين، من الربويين، ومن هم الربويين في ذلك الحين؟ كانوا ضباط المماليك. لماذا؟ لهم كانوا يستطيعون أن يجبوا جبال الربا، لأنهم كانوا لهم جنود يستطيعون أن يجبوا الربا.
بها. وهناك كثير من الأغلاط مثل هذه الأغلاط التي ظن الناسخ لمطبعة بوراق أنه يصحح بصورة صحيحة، ولكنه لم يستطع ذلك. وكذلك ماذا غير؟ غير حتى أسماء المقاطعات وأسماء المدن، لأن محمد علي فيما بعد بعد أن قام بتسجيل الأراضي وغير أسماء المقاطعات، فمطبعة بلاغ ذكرت الاسم الجديد وكذلك الرتبة الجديدة التي حصل عليها المملوك، بينما عندما كان الجبرتي يكتب ذلك كان هذا لم يكن ضابطا كبيرا. وهكذا غيروا أشياء كثيرة يجب علينا أن نكون دقيقين وأن نفهم ماذا كتب الجبرتي في النسخة الأم وليس ماذا صحح الناسخ في مطبعة بولاق. الشيء الذي قام به الناسخ في مطبعة بولاق أنه اختار المخطوطات التي سمح الناسخ لنفسه بتغيير القواعد وتغيير الأسلوب وتغيير حتى المصطلحات، لذلك فيعد هذا الكتاب الذي حققته الكتاب الوحيد الذي حقق على نسخة الأم، وكذلك مقارنات من مع 38 نسخة أخرى من الجبر من التي نسخها النساخ فيما بعد وسمحوا لأنفسهم تغيير المصطلحات والرتب والمقاطعات وغير ذلك. لذلك فهذه النسخ الطبعة الجديدة هي النسخة الوحيدة التي نستطيع أن نعتمد عليها، لأنها أولا قرنت على نسخة الأم، وكذلك النسخ التي أمر الجبرتي بنسخها وقام هو بنفسه بمراجعة النص وتصحيحه في الهامش، وكذلك إضافات جديدة. والشيء الذي يميز هذه الطبعة بأنني اعتمدت أيضا على النسخة بخط مغربي التي حملها معه حسن العطار صديق الجبرتي في سفرته الطويلة التي دامت حوالي 10 سنوات إلى الروم، أي إلى إسطنبول وألبانيا وسوريا وفلسطين أيضا، وهناك دون كثيرا من التصحيحات وأضاف قصائد الرثاء وقصائد المديح التي نشر، وأضاف أشياء هامة جدا وملاحظاته حول المدن الإسلامية التي زارها. مثلا زار مدينة إزمير، وهناك عند الأتراك ليس لهم نفس الضيافات كما للعرب، العلماء العرب كانوا مسموح المشايخ وكانوا يستطيعون أن يحصلوا على راتب لضيافة الضيوف عندهم، لذلك كان ينزل العلماء وكبار المسافرين
في هذه المضافات عند العرب، بينما في الإمبراطورية العثمانية خارج البلاد العربية لم تكن مثل هذه الضيافات. وقد عانى العطار كثيرا، أولا لأنه عربي، والأتراك كانوا يخشون من العرب أن يطالبوا بالخلافة، وكانوا يحتقرون العرب ويسمونه فلاحي، ولم تكن لهم نفس الكرم والضيافة التي كانت عند العرب. عند العرب هذا شرف المضيف أن يكرم الضيف. حتى إن عند الجبرتي كان بيته مفتوحا لكل ضيف وكل طالب علم، وكانوا يأكلون هناك وحتى يغسلون ثيابهم في بيته إلى هذه الدرجة، ولا يقال لهم متى ستترك. هذا عار كبير عند العرب إذا قلت للضيف متى ستترك. وهذا الشيء الرائع في البلاد العربية في هذه الضيافة والمساعدة بين العلماء، في أنه يحق للعالم أن يكتب لعالم آخر في دمشق يقول له أرجوك أرسل لي سير العلماء عندك، ويبعث هدية إلى ذلك العالم، والعالم يعيدها ولا يطلب حقوق الطب ولا ملكية التأليف. هذا شيء رائع في البلاد العربية الإسلامية، أن كانوا يستطيعون تبادل العلوم وبدون أن يطلبوا عن ذلك تعويضا، بل كانوا يرون خدمة العلم. وهذه شيء رائع، وعن هذه الطريقة نجد أن لكثير من العلماء تراجم مختلفة نستطيع أن نقارنها مع آخرين لكي نعثر على السيرة الكاملة لهؤلاء العلماء. أرى أن من الأفضل لكل من يهتم بتاريخ مصر من سنة 1600 إلى 1821 يعتمد على هذه الطبعة الجديدة التي استغرقت 20 عاما لكي أقوم بمقارنة جميع المخطوطات وأعثر على النص الحقيقي والكامل لعجائب الآثار. شكرا. أنت الآن تريد بالإنجليزية؟